الإيجابيات والسلبيات في وجهة نظر حضرتك في الدوري في الموسم الحالي، واللي تتمنى طبعا ان هي تبقى موجوده كايجابيات، وسلبيات تتمنى ان هي ما تكونش موجوده. ابرز ايجابيه بالنسبه لي طبعا الفار، يعني الفار ده بيدي العداله الرئيسيه لكل فريق. انا مش من نوع اللي واحنا بندير ببص للاخر او بقول ان انا مظلوم، لا انا عارف ان انا بايدي او برجلي ايا كانت اللعبه اللي انا بلعبها انا اللي هكسب، انا اللي هكسب. مفيش حكم بيبقى نازل من وجهة نظري عايز يخسر فريق، مفيش اتحاد كرة عايز يخسر فريق، لا كل الناس بتتنافس وبتنافس بشر، بس ممكن يبقى في اخطاء بشر، يعني كلنا بشر. فالنهارده يوزنج التكنولوجي او ان احنا بنستخدم التكنولوجيا، يبقى بالتالي انت الاخطاء بتقل، الاخطاء البشريه بتقل زي الكمبيوتر العادي. فبالتالي النهارده من الايجابيات انا في رايي الشخصي اللي هو وجود الفار. ممكن يتطور نظام الفار ليتحط كاميرات ازيد، الحكام برضو يتمرنوا على القصه بتاعت الفار اكتر، بس من ما لا شك فيه ان الفار فرق جدا جدا عشان يحسس الناس كلها ان في فعلا يعني نزاهه وعداله وقله الاخطاء بجد. ايه تاني ايجابيات تانيه غير الفار في وجهه نظر حضرتك؟ السيزن كان حلو قوي، يعني حلو قوي الصداره في منافسه، الاخر والبقاء في منافسه حتى المراكز الثالث والرابع، والمباراه فعلا ما بتعرفش مين بيكسب، يعني احنا بنكسب بالعافيه في اخر مباريات، الفريق اللي قدامك بيؤدي، وانا برضو بتكلم بكل صراحه بيؤدي، مش عشان الزمالك ولا خاص الزمالك، هو بيؤدي باجاده تامه، هو عايز يكسب المباراه. فانا حاسس ان الروح في الدوري المصري كله السنه دي كانت روح، يعني روح المنافسة، روح شريفة، الكل عايز يكسب المباراة بتاعته. يعني ما بجريش ورا الكلام ان ده عايز يفوت ده، لا ده كله كلام انا يعني لا اعترف بيه في الرياضه بصراحه. السلبيات اللي حضرتك بتتمنى ان انت ما تشوفهاش في الدوري الموسم اللي جاي؟ طول الموسم بيخلي ان فترات الاعداد طبعا تبقى يعني مش موجوده، ده اول حاجه. نمره 2 ممكن يسبب اصابات للاعبين، نمره 3 ارهاق للاعبين. فطول الموسم والمباريات المضغوطه، مع ان برضو المباريات المضغوطه دي يعني برضو ما نشايفها بمنتهى السوق اللي كلنا بنتكلم عليه، لان اللعيبه دول بروفيشنالز او محترفين، المفروض ان دي يعني مهنته الاساسيه هي الرياضه. فممكن ان هو بنشوف برضو في الدوريات بره اما حد بيلعب دوري ابطال اوروبا مع السوبر مع الدوري مع الكاس، برضو بيبقى فيه كل 3 أيام مباراه، بس هو ده الحمل التدريبي المظبوط. لو في فتره اعداد سليمه يبقى تقدر انك انت تلعب، بس اعتقد برضه كابتن حسين مفيش فرقه تقدر تعمل تلعب بالشكل ده على مدار الموسم كله، يعني ده فتره ما هو عمره ما بيبقى على مدار الموسم، بس انا بتكلم ان في اوقات معينه ما انت بيبقى برضه يعني برضه يخليني اقول ايه، يعني اتحاد الكوره بيبقى برضه بين نارين، هو عايز يكمل المسابقه بتاعته لان هو الاتحاد معمول عشان ينفذ المسابقات، فبالتالي هو عايز يكمل المسابقه بتاعته، وبعدين بيبقى في بعض الانديه سواء 3 أو 4 أندية عندهم بطولات مختلفة سواء العربية أو الأفريقية، فبالتالي هو بيبقى برضو بين نارين، هو عايز يرضي الناس اللي هو اللي عندها مباريات متعاقبة، أيوة، وفي نفس الوقت هو عايز يكمل المسابقة بتاعته. فيعني برضو أنا رأيي الشخصي إن احنا كل واحد يسيب الناس اللي بتدور، يعني اتحاد الكورة هم بيديروا اتحاد الكورة وملهاش اي دعوه بالانديه خالص، ولا هم بيحابوا النادي على حساب نادي، يعني خلينا كلنا نبقى فعلا بنتكلم على ان الرياضه يعني تنافسيه، لابد ان هيحصل فيها اخطاء، لابد ان هيحصل فيها ضغط، انما ما اخدش الضغط ده عشان احطه على فريق معين او لصالح فريق معين او ضد فريق معين، ده اللي الواحد فعلا يتمنى ان هو يتلغي من القاموس الرياضي في مصر.